باعتبارك أنت كنت مرافق ومسؤول عن حماية المتهم صدام، وذكرت بأنه بعد حادثة الاغتيال بقينا ساعة. نعم. ما كان عندكم تخوف بأنه قد تحدث أمور أخرى؟ نعم. تدي جيل ما عرضت هذا على المتهم صدام بأنه المغادرة فورا يعني من القبيل؟ أنا من الأشخاص عرضت على السيد الرئيس حتى. نعم. في وقت قلت له خلنا نقرب الطائرات حتى نرجع، بس السيد الرئيس قال لا، لأن لشجاعته الموجودة والمعروفة. نعم. قال لا، إلا ننزل وإلا نبقى وإلا أخطب بهم وإلا ألتقي بالمواطنين. هل هذا خارج قياس الحماية؟ نعم. هو السيد الرئيس دائما يخالفنا بهاي الأمور. نعم. انه خارج قياس الحماية اللي احنا نعرفه ومتدربين عليه. قد يكون مثلا برأيك بانه هي مو بمستوى يعني حادث اطلاق نار، بانه مو بمستوى يخوف من هالقبيل وبقيته ساعة يعني. لا مو هاي، لان السيد الرئيس مجرب بكثير مثل هاي الحالات في الجبهة، صارت في هذا، هو يغامر في كثير من الامور. نعم. نعم. شكرا جزيلا.